لو عرفت ما في الغيب لما طلبت إلا الحاضر. يسعد أوقاتكم أصدقائي المشاهدين أينما كنتم، برحب فيكم. أنا ماجد غانم، باحث فلكي، في حلقة فلكية خاصة. قبل الدخول بتوزيعة الكواكب خلال هذه الفترة، لابد من أن نطرح سؤال: كيف يؤثر الفلك علينا؟ هل هو حقيقة أم خيال؟ طبعا في اختلاف كبير حول موضوع الأسترولوجي أو مدى تأثير الكواكب على البشر. كلنا نعرف أن القمر أقرب جسم سماوي هو الذي يتحكم بظاهرة المد والجزر الحاصلة بمياه البحار والمحيطات. أطنان كميات هائلة من مياه البحار يسحبها 6 ساعات مد و6 ساعات جزر. إذن القمر من ناحية فلكية يؤثر على الأجسام السائلة. لو نظرنا لتكوين جسم الإنسان لوجدنا أن 4/5 من تكوين الدماغ تحتوي في طياتها على خليط سائل. فالقمر يؤثر في مزاجيتنا، وقص على ذلك في بقية الكواكب. أما الناحية الغيبية في علم الفلك، علم الفلك هو علم موجودات وليس علم غيب بحت، لأن كل ما يتعلق بالإنسان هو علم حاضر. فالمولود الجديد أو الروح البشرية عندما تتكون في رحم الأم، فإن الجنين يرى مسيرة حياته قاطبة من المهد إلى اللحد وهو نائم في رحم الأم. لذلك عندما تكون في مكان بتشاور نفسك أنه هاي المشهد أنا شايفه في السابق، أو مرق علي هذا المشهد. لا، هذا المشهد لم يمر عليك قط، إنما رأيته وأنت في رحم الأم. هذا الخالق العظيم الذي أودع فينا مكنونات الوجود، أتحسب أنك جرم صغير؟ وفيك انطوى العالم الأسد. أما علم الغيب، كي نفصل بين علم الغيب وعلم الموجودات والذي هو الأسترولوجي أو علم الفلك، علم الغيب هو الذات الإلهية. حتى قيام الساعة عندما خاطب الله عز وجل موسى وقال له الساعة آتية لا ريب أكاد أخفيها، أكاد أخفيها. لذلك أعطانا علامات الساعة وأعطانا دلائل لليوم الآخر. أما عن توزيع الكواكب خلال هذه الفترة، نبدأ مع انتقال كوكب أورانوس المسؤول عن التغييرات والمفاجآت والانقلابات والأعصاب والانكباتات والانغلاقات الداخلية، الذي ينتقل في 15 من برج الحمل إلى برج الثور. طبعا هي الكوكب بطيء في السير وثقيل في الحركة، فإنه ينتقل كل 84 عام يكمل دورته الفلكية، وكل 7 أعوام، يعني بمعنى كل 7 أعوام ينتقل إلى برج آخر. هذا الكوكب أنا بسميه الكوكب المجنون، لأنه يعطي لكل برج تغييرات جذرية حسب البيت الذي يعني له لكل برج. خلال الفترة المذكورة من 15 ماي 2018 حتى نهاية شهر 12 2025، أن بين 7 و8 سنوات تحصل تغييرات جذرية لكافة الأبراج. راح أبدأ مع الأبراج والتغيير الحاصل في كل برج. قد يكون التغيير سلبي وقد يكون إيجابي. مواليد برج الحمل، تغييرات جذرية حاصلة في الجانب المالي، إذ أن الجانب المالي لديهم لا يعرف الاستقرار، إما فقر أو غناء. مواليد برج الثور، تغييرات جذرية في أي مجال مهني أو عاطفي أو شخصي أو حتى اجتماعي، كون أن كوكب أورانوس ينتقل إلى بيتهم الأول أي إلى برجهم. مواليد برج الجوزاء، تحصل لديهم تغييرات جذرية في التعامل مع مؤسسة أو شركة، وليحذروا السجون. أي شخص من مواليد برج الجوزاء بده يوقع عقد تجاري أو عقد مهني، يجب أن يتفحص بنوده جيدا
لئلا يتسرب أحد بنود هذا العقد ويوديه إلى السجون أو إلى المتاعب. مواليد برج السرطان لديهم تغييرات جذرية في النشاطات الاجتماعية وفي علاقاتهم مع الأصدقاء. مواليد برج الأسد تحصل لديهم التغييرات في مركزهم الاجتماعي وفي العمل تحديدا وفي علاقتهم مع المسؤولين عنهم في مكان عملهم. مواليد برج العذراء التغيير الحاصل في الهجرة والقضاء والسفر البعيد والدراسات الأكاديمية. في قسم كبير من مواليد برج العذراء يأتي من الهجرة ليستقر في وطنه، وقسم آخر يهاجر من الأوطان. مواليد برج الميزان تحصل التغييرات في الأمور المالية المشتركة والتعويضات وما له صلة بالضريبة والتأمين. قد يحصل بمعنى قسم من مواليد برج الميزان على تركة أو تعويض أو قرض يستفيد منه ماليا، وقد يخسر بخلاف هذا الكلام. مواليد برج العقرب التغيير الحاصل في الشراكة إن كانت مهنية أو شراكة عاطفية، انفصال أو زواج في الشراكة العاطفية، توقيع عقد عمل والدخول بشراكة مهنية أو انفصال في الشراكة. مواليد برج القوس لديهم تغيير صحي وتغيير في العلاقة مع زملائهم بالعمل، وهناك فرصة لتغيير العمل إما في ترقي أو في هبوط. مواليد برج الجدي لديهم تغيير في علاقتهم مع أولادهم والأشخاص الذين تربطهم بهم علاقة عاطفية. قد تتحول بعض العلاقات عند مواليد برج الجدي من حب إلى كره، وبالعكس من كره إلى مودة وإلى عشق. مواليد برج الدلو لديهم تغييرات في الأمور العقارية والعائلية والبيتية، شراء عقار أو بيع عقار، دخول من خلاف عائلي إلى مصالحة ومودة والحصول على دعم عائلي، تجميل وتحسين العقار الحالي. مواليد برج الحوت أكثر التغييرات الحاصلة لديهم في السفر القصير، انتقال العمل إلى دولة مجاورة أو إلى مدينة مجاورة أو انتقال السكن. كما ذكرت هذه التغييرات قد تكون إيجابية أو سلبية. بقي لدينا دخول الشمس إلى برج الثور، وهذا التغيير إيجابي وحركة فلكية إيجابية يستفيد منها كل برج حسب الآتي. مواليد برج الحمل هذه التوزيعة تكون مفيدة على الجانب المالي، لديهم مكسب مالي من ناتج عمل إضافي قاموا فيه بالسابق أو حصول على ديون كانوا يواجهون صعوبة في تحصيلها. مواليد برج الثور لديهم فائدة من مؤسسة أو تعامل مع شركة. مواليد برج الجوزاء هنالك فرصة خلال هذا الشهر لتحقيق أمنية غالية بمساعدة صديق. مواليد برج السرطان هناك فرصة خلال هذا الشهر للحصول على منصب أو الاستفادة من مديرهم في مجال العمل. مواليد برج الأسد تكون في فائدتهم في الأمور القضائية والسفر البعيد، كذلك يستفيد الطلاب الجامعيين في دراساتهم. مواليد برج العذراء فائدة في تحصيل الديون في الأمور المالية المشتركة، أي شخص تربطكم فيه علاقة مالية مشتركة فيكم تطالبون بالأموال التي بين يديه. مواليد برج الميزان فائدة في الشراكة العاطفية والمهنية كإتمام خطبة أو زواج أو طلب تعاون من طرف آخر لإنجاز عمل مهم. مواليد برج العقرب لديهم ترقية في العمل أو تغيير العمل إلى عمل أفضل. مواليد برج القوس لديكم مكسب مالي مرتبط بعنصر الحظ، يعني ما بتواجهوا صعوبة بتحصيل، بيجيكم مال بدون تعب. مواليد برج الجدي فائدة عقارية خاصة الأشخاص اللي عم يفكروا يطوروا عقاراتهم، كذلك بيستفيد السماسرة العقاريين في هذا الاتجاه. مواليد برج الدلو شراء سيارة أو تحديث السيارة الحالية وفائدة في كل الأمور التجارية. مواليد برج الحوت لديكم فائدة وانجذاب اجتماعي كبير باتجاه. بقي لدينا الأمور العاطفية
ومع وجود الزهرة في برج الجوزاء خلال الأسبوعين القادمين، ملوك العاطفة هم مواليد الأبراج النارية، يعني حمل وأسد وقوس، ومواليد الأبراج الهوائية الجوزاء الذي يوجد فيه الزهرة والميزان والدلو. هؤلاء الأبراج يشعرون بانجذاب من أفراد الجنس الآخر باتجاه، كذلك يكون لديهم فائدة، وهذا سر فلكي سأمنحكم إياه. أي شخص عم يتعامل مع امرأة في شغل أو في عمل يستفيد ماليا منها من مواليد الأبراج التي ذكرت. أخيرا وليس آخرا، عم نشعر خلال الفترة الحالية والسابقة بتراجع عنصر الحظ في كافة مبادراتنا المهنية والعاطفية والاجتماعية حتى لكافة الأبراج. السبب يعود جراء تراجع كوكب المشتري في برج العقرب، كوكب التفاؤل والحظ والكرم، والذي يتحكم بعنصر الحظ، سيبقى في تراجع لغاية 9-7، بعد ذلك يعود لحركته الأمامية في برج العقرب لغاية 18-11، ومن ثم ينتقل إلى برج القوس. كان معكم مجران باحث فلكي، شوفكم بحلقات قادمة، إلى حينها لكم مني أطيب تحية.